ركلة ركنية عند عمرو جنيات يلعب على القائم الأول، محاولة رأسية ما زالت الخطورة والتسديدة في الجول. خطأ دفاعي كبير من جانب الفريق الضيف من جانب الأهلي، يستغل يوسف محمد المتقدم للأمام ويسجل في مرمى الأهلي هدف التقدم إذن للوحدة، أو هو عبد الله جنيات المتقدم للأمام للمساندة في هذه الكرة، يتمكن من التسجيل وهز شباك الأهلي. هدف أول إذن للأورنجي في شباك الاتحاد. عبد الله جنيات صاحب الفانيلا رقم 2 يتمكن من تسجيل أول أهداف هذه المواجهة. إذن هدف الأورنجي للشيء الأهلي. 17 دقيقة فقط هي كل ما احتاجه الأورنجي لافتتاح التسجيل، لكن خطأ كبير من دفاعات الأهلي في إبعاد الكرة. كرة تهادت أمام عبد الله جنيات وتمكن من التسجيل بقوة في مرمى شهر الشاكر. خطأ يكسبه عبد الله نجار، يبحث عن تغيير اتجاه اللعب، ينجح بذلك، يمرر بالمقاس ناحية دهان، انطلاقة لزكريا حنان، ممكن تأتي فرصة التعادل، العرضية في الجول. شادراك شيدوبام يسجل هدف التعادل، يسجل هدف التعادل بعد كرة مميزة جدا. تغيير اتجاه اللعب كان من محمود نايف، استلام من دهان، مرر كرة بالمقاس إلى زكريا حنان والعرضية. بلاي ستيشن أهلاوي، بلاي ستيشن أهلاوي في اللقطة الماضية، تمريرات قصيرة سريعة تتهادى أمام النيجيري شادراك شيدوبام ويسجل بالتالي هدف التعادل. أول محترف يسجل في المواجهات المباشرة بين الأهلي والوحدة منذ موسم 2010-2011 حينما سجل جودي فيرينو هدف الأهلي. إذن أول محترف يسجل في المواجهات المباشرة بين الوحدة والاتحاد منذ موسم 2010-2011. كلا الفريقان يبحثان عن هدف التقدم. زكريا حنان عالية ومرفوعة وفرصة الهدف. الله الله، موعد الأهلي مع الدقائق القاتلة، هذا هو موعد الأهلي وهذه أوقات الأهلي. الأهلي يقلب الطاولة على الوحدة ويسجل برأسية علي الرينا. علي الرينا يعطي التقدم للضيوف ويسجل ثاني أهداف القلعة الأهلاوية. هذه أوقاتهم وهذه مواعيدهم، وعلي الرينا يأبى أن يخرج، يأبى أن تنتهي المباراة إلا وأن يهز الشباك، لا يرتضي إلا وأن يدون اسمه في هذه المناسبات وفي مثل هذه المواقع وهذه المواجهات. كرة أكثر من رائعة تتهادى أمام علي الرينا وبرأسه يسجل في مرمى علي مريمية هدف في الدقيقة 89. هذه هي مواعيد الأهلي وهذه هي أهدافهم. الأهلي كان سجل في الدقيقة 90 مع حسين جويد في إياب الموسم الماضي.